يوقفني في النص في أي نقطة ويسأل، وقفوني يعني أنيوت وكلمه على طول. أوكي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ لكتشر 10. لو تفتكروا الأسبوع اللي فات أنا لما كنا آخر حاجة كنا بنتكلم عليها هي الجيت، يا ترى أو المشي أو الجيت أناليسيس أو دراسة حركة المشي الطبيعية بتاعتنا كلنا. يا ترى حد فيكو جرب يمشي ويتأكد إنه في وقت في أثناء الجيت سايكل بيكون التو فيت إن كونتاكت مع الأرض، وهي دي الفترة بتاعت الدبل سبورت. عشان كان في ناس متلخبطة في الحتة دي في الجزئية دي إنه ما بيبقاش في وقت الاثنين على الارض، لكن اي هوب ان انتوا جربتوا ولقيتوا انه فعلا في وقت بيبقى القدمين ان كونتاكت مع الارض في نفس الوقت. اوكي لو تفتكروا كانت اخر سلايد كنا اتكلمنا عليها كانت على الكاينماتيك سبيشال بارامترز، وكنا اتكلمنا على الووكينج ويث اوف ووكينج بيس والفوت انجل. ما كنتش حاطه الدايجرام ده بس انا حطيته في النوتس اللي بعتها لكم. فده التو اوت، الزاويه اللي هي التو بيبقى بره عن خط السير، والووكينج بيس هو المسافه اللي بالعرض اللي بين القدم اليمين والقدم الشمال. اوكي طيب، فاكرين لسه الفرق بين الكاينماتكس والكاينتكس؟ الكاينماتكس هي وصف الحركة description of motion، والكاينتكس أي حاجة لها دعوة بالforces يا إما causing يا إما resulting from الموشن. طيب آخر حاجة في الكاينماتك parameters إحنا كنا اتكلمنا على spatial اللي هي distances والangles. آخر جزء من البارامترز في الكينيماتيك بارامترز هو التمبرال بارامترز اللي هي لها دعوة بالتايم. فزي ما كنا قلنا إن الستيب لينث والسترايد لينث دول كينيماتيك بارامترز بس سبيشال مسافات، التايم برضو بتاع الستيب والسترايد هما بارامترز ممكن أكوانتيفاي بيهم الماش بتاع بني آدم. كذلك الدبل سبورت تايم، في حاجه اسمها تعريف الناس بتستعمله برضه تو كوانتيفاي التايم بارامترز بتاعت الجيت، هو الكيدنس او ووكينج ريت اللي هو ستيبس بير مينيت، الشخص بياخد كام خطوه في الدقيقه، او الفيلوسيتي اللي هي الشخص ككل بيتحرك بفيلوسيتي قد ايه. اوكي فدي آخر حاجة في الكينيماتيك بارامترز اللي بتوصف الجيت. دلوقتي لو جينا حاولنا بقى نشوف إيه الكينيماتيك بارامترز أو الكينيماتيك فاريبلز اللي ممكن نوصف بيها الجيت أو نقيسها أو نحسبها أثناء الجيت to quantify جيت. عندنا الجراوند رياكشن فورس، دي أنتوا عارفين معناها in general ايه، وبتتقاس بحاجة اسمها force plate، انتو probably لسه ما خدتوهاش هتاخدوها في مواد تانية. ال joint reaction forces احنا بنحسبها زي ما شفنا ازاي بنحسبها، وزي ما دلوقتي في models زي اللي كنت وريتكم الفيديو المرة اللي فاتت بيحسب ال muscle forces زي ما انا شرحت لكم، وزي ما المودلز اللي في الفيديو بتحسب ال muscle forces وال joint reaction. دلوقتي كمان في حاجة غير ال ground reaction force، حاجة more specific يعني فيها more information عن ال ground reaction force كرقم واحد يعني one value. في حاجة اسمها ال foot pressure distribution. Foot pressure distribution زي الايمج اللي احنا شايفينه هنا، هي basically array يعني مصفوفة من السنسرز محطين جنب بعض، صغيرين محطين جنب بعض، والشخص بيقف عليهم و بيقيس البريشر بين القدم وبين الارض. فيعني مثلا هنشوف هنا ان الجزء الاخضر ده هو غالبا البريشر فيه زيرو، مش كده؟ لان ده الارتش بتاع الفوت اللي هو ما بيبقاش اصلا فيه كونتاكت بينه وبين الارض. ف
فده زيرو. والنقط البيضة في الدايجرام ده فيها هي بتوري فين الهاي بريشر، لان ده في الكعب وتحت البيك تو النقط دي فيها الهاي بريشر. والمعلومات دي بنقدر نستفيد منها كتير جدا زي ما هتشوفوا في السنين اللي جاية ان شاء الله، ازاي بنعمل لها اناليسس ونطلع منها معلومات مفيدة جدا. ودلوقتي في كمان مش عايز الخبطكم يعني، ده معلومات عامة، ان في زي فرشة بتبقى فيها الانسول دي بتقدر تتحط جوه الحذاء، فبتقيس البريشر ديستريبيوشن ده اثناء المشي. Anyway, the more detailed عن الجراوند رياكشن فورس. اوكي، لو جينا بصينا بقى على الجراوند رياكشن فورس، انتوا عارفين معناه بيسكلي. فالجراوند رياكشن فورس بيبقى له two components. في component اللي دايما الناس بتبص عليه هو ال vertical ground reaction force، ويبقى له الشكل ال very characteristic ده اللي هو فيه ال double peak وبعدين بيرجع ينزل تاني. لو بصينا هنا على ال x axis هنلاقي ان ال x axis هو ال percent of the gate cycle. احنا متفقين ان اي حاجة لها دعوة بالجيت سايكل التايم بيبقى as a percent of the gate cycle. اوكي، احنا متفقين على كده. فأكيد بما ان احنا برضو متفقين ان لأي رجل بتبقى in contact مع الارض 60% of the gate cycle وفي الهواء 40% of the gate cycle، يبقى أكيد لو أنا بصيت على الجراوند رياكشن فورس هلاقي مبدئيا كده بيسكلي إنه هو عنده قيمة for 60 أنا ببص for one foot، طبعا عنده قيمة في 60% of the gate cycle وقيمته zero في 40% of the gate cycle، اللي هي القدم دي هي أو الرجل دي هي في الهواء أثناء السوينج فيز. في حد عنده سؤال في الـ في الـ في الـ في البوينت دي، ان انا الكونتاكت بتاعي بيبقى 60% و 40% في الهواء، فالجراوند رياكشن فورس بتاع الرجل دي بيبقى زيرو. حد عنده سؤال في دي؟ اوكي، طيب ده بالنسبه للحاجات اللي بتوصف اللي بنقدر نستخدمها عشان نوصف الجيت سايكل، سواء بالكينيماتيك بارامترز او بالكينيتيك بارامترز. تعالوا نشوف بقى الايكويشنز اللي ممكن نستخدمها في علم الكينيتكس علشان to study of forces involved in human movement. بنستخدم هنبص على ثلاثة methods انتوا عارفينهم كلهم كمعادلات، وزي ما بنعمل في كل حاجة so far من أول السمستر إن إحنا بنطبق الـ equations اللي إحنا عارفينها من زمان بتاعت الميكانيكا العادية، وبنطبقها على جسم البني آدم أو حركة البني آدم. أوكي، فتعالوا نبدأ. أنتوا عارفين طبعاً الـ acceleration equations. هنتكلم linear وهنتكلم angular، زي ما احنا متفقين من الأول الـ linear هي بتبقى عادة لكل الجسم، الـ angular بتبقى الـ movement بتاع segment relative لـ segment تاني حوالين joint، حوالين الـ center of rotation of a joint. okay؟ فلو جينا بصينا على الـ linear kinetic analysis اللي هو for whole body motion، هنلاقي انتوا عارفين طبعا القانون بتاع F بيساوي MA طبعا. فالقانون بتاع F بيساوي MA، ساعات الفورس بتاعتنا بتبقى constant وده اللي انتوا عارفينه عادة، وساعات الفورس بتبقى function of displacement وزي ما هوريكو example. طيب تعالوا نبص الأول على اللي انتوا عارفينه اللي هو F بتساوي MA العادي خالص خالص خالص. اوكي، تعالوا نبص على القانون ده with a constant force. تعالوا نبص على الـ exercise اللي على اليمين ده في الدايجرام. كلكم أكيد متخيلين ممكن أعمل exercise ده في الجيم أو في أي حاجة،
ان هو بيبقى فيه وزن ويت هنا اهو، والراجل ده بيبقى فيه كيبل، واحنا متفقين ان لو احنا هنأسيوم ان مفيش فريكشن في البولي ده، يبقى نفس الفورس اللي هيبقى في الكيبل هيبقى واحد في الكيبل. اسفه جدا. فلنفترض ان احنا هنفترض ان الراجل ده هي exert force T بتساوي 200 نيوتن، اوكي، هنا على عشان يحرك الوزن اللي هو شايله ده هو. عايزين نشوف الويت دي هتتحرك باكسلريشن كام وفي أي اتجاه، يعني هل بالفورس ده الويت هتنزل لتحت ولا هتطلع لفوق. فاللي هنعمله طبعا اول حاجه ان هو لازم نقول ان sum of forces بيساوي 0، يبقى 200 ناقص ال sum of forces هيساوي 5 نيوتن واتجاهها positive لفوق. لو بصينا على الماس ونقسمه على الجي الاكسلريشن اوف جرافيتي، وهنقول هنطبق القانون بتاع اف بيساوي ام اي، يعني اي بتساوي اف على الام، هنلاقي ان الاكسلريشن طلعت 0.25 متر بير سكند سكوير بوزيتيف، يبقى لفوق. يبقى ده معناه ان لو الراجل ده ادى فورس 200 نيوتن، الاوزان دي اهي على بعضها كده هتتحرك لفوق باكسلريشن 0.25 متر بير سكند سكوير. طيب تعالوا نبص لنفس السيتويشن دي بس من منظور تاني. عاده بنبقى عايزين نعرف الفورس، اكشلي نحسب الفورس اللي الراجل بيعملها، لان دي صعب ان احنا نقيسها، لكن احنا ممكن نقيس الاكسلريشن الويت ده بيتحرك بيه، يعني ده واحنا عارفين مكانه والوقت اتسترا اتسترا، ممكن نحسب نقيس الاكسلريشن، وعايزين نحسب الفورس اللي في دراع الراجل. فبنسال السؤال من ناحيه ثانيه، what is the force needed to cause an acceleration of 0.5 meters per second upwards. هنبص لها بقى من الناحيه الثانيه، نقول اف بتساوي الماس في الاكسلريشن، الماس 19.9 في 0.5 اللي احنا عايزينه اللي هو 9.95. يبقى لو قلنا بقى عملنا الفورس ايكوليبريم، هنلاقي ان التي اللي احنا عايزينها هنا اهو الراجل يعملها الفورس هتساوي 204.5 نيوتن. يبقى انا عشان اقدر احسب ايه الفورس اللي انا محتاجاه عشان اعمل اكسلريشن معينه. طب لو جينا سالنا نفسنا سؤال، لو انا كنت قلت رجعت في اول كنا بنعمل الستاتيك ايكوليبريم وسالتكم ايه الفورس اللي انا محتاجاها to keep this system in static equilibrium، كان هيبقى لازم ايه؟ لازم الفورس دي تساوي الاوزان اللي هي 195. يبقى في حالة الستاتيك equilibrium، الفورس كانت هتبقى 195 نيوتن. في حد مش شايف دي؟ دكتور معلش، تبقى 195 ليه؟ علشان في الستاتيك ايكوليبريم الفورس لازم تساوي الوزن. اه تمام، والوزن ده كله 195. اه تمام. اوكي، فلو احنا في ستاتيك ايكوليبريم يبقى الفورس لازم. طب دكتور معلش، هو نعم، هو كده القوة الشخص ده بيبذلها بتبقى على البايسبس ولا بتبقى ما تفرقش؟ مش ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي خالص. احنا بنتكلم على الايكوليبريم بتاع الجزء ده هو فقط، الويت طلع فوق ولا نازله تحت، وايه الفورس اللي انا محتاجاها عشان يا اما احركها يا اما اثبتها في ستاتيك ايكوليبريم. تمام. هي الماس دي قصدها ايه؟ نعم، وزن. يعني دوت الماس بتاع ايه؟ 19 ونص دي جبناها منين؟ 19 ونص دي او 19 و9 قصدي.
المجموع بتاع دول 100 زائد 50 زائد 20 زائد 25 is 195. لو قسمتها على acceleration of gravity هتطلع 19.9 كيلوغرام. شكرا. اوكي. لو انا كنت بعمل static equilibrium كان لازم الفورس اللي في الكيبل ده هي الوزن، ده الكلام بتاع الكيبل بولي سيستمز مش كده، اللي هي ال 195 مظبوط، عشان يبقى فيه static equilibrium مظبوط. طيب لكن عشان احركها احتجت ان يبقى عندي 204.5 نيوتن. يبقى ده معناه ايه بقى؟ ان دائما ابدا، وعايزه دي تفضل واضحه جدا في ذهنكم وتبقوا مقتنعين بيها، ان الفورس needed to cause motion دائما ابدا اكبر من الفورس needed for static equilibrium. اوكي؟ اقتنعتوا بالمثال اللي فات؟ في حد مش مقتنع؟ أقولها تاني. أوكي. الدكتور معلش، هو احنا يعني في ثانوي لما كنا بناخد كنا بنقول ان هو في معامل الاحتكاك الحركي ومعامل الاحتكاك السكوني، فكانت دايما كنا بنقول وقتها احنا هنا بنجلاكت فريكشن، بنقول ان البولي الكيبل بولي سيستمز اللي احنا بنتكلم عليها هنا نجلاكت فريكشن. من الاول خالص قلنا نجلاكت فريكشن، مفيش فريكشن. تمام. فانا على الايكوليبريم بتاع الجزء ده اهو، يعني حاله النيجاتيف فريكشن بيبقى الفورس بتاعت الموشن اكبر من الفورس بتاعت الاستاتيك، صح؟ ايوه الفريكشن بالظبط كده. تمام. لكن في الفريكشن ممكن تتعكس عادي؟ لا مش تتعكس، لها حسابات تانية بس احنا مش بنتكلم على فريكشن دلوقتي. اوكي. ما تلخبطش نفسك، ما تلخبطش الناس. اوكي. انا بتكلم على neglecting friction. اوكي. دائما ابدا الفورس needed to cause motion اكبر من الفورس needed for static equilibrium. اوكي. طيب فاحنا شفنا هنا الاكزامبل اللي فات كان ان الفورس constant. ايه اكزامبل ان الفورس يبقى function of displacement؟ الاكزامبل هو هنا، لو بصينا على الرسمه اللي على اليمين ده هو، وبنشوف ان الدايفر ده بيمشي لطرف البلاتفورم ده هو، والبلاتفورم ده بينزل لتحت بيحصل له ديفلكشن، فاكرين الكانتليفر بيم، بيحصل له بندنج، بيحصل له ديفلكشن بمسافه اكس. اوكي. وبالتالي الفورس اللي هيديها على رجلين الشخص اللي واقف عليه مش كونستنت، تعتمد على الإلاستيسيتي أو اليونغز موديولس بتاع البلاتفورم ده كده. فالفورس اللي اكزرتد من البلاتفورم ده على قدم الدايفر ده هو بتساوي ناقص كي في اكس. اوكي. وليه ناقص؟ لأن المسافة بعكس اتجاه الفورس، يعني هي نيجاتيف ديستانس والفورس لفوق. اوكي. فكلنا شايفين ان طالما في كونتاكت بين قدم الدايفرز فيت ان كونتاكت مع البورد ده هو، يبقى البورد ده هو بيدي فورس عليه، والفورس مش كونستانت، الفورس ديبندنج على الاكس او الديفلكشن بتاعه البورد ده من المكان الاصلي بتاعه. نفس الاناليس، واضحه مش كده؟ طيب نفس الاناليسس ده بينطبق على مثلا الاثليتيك شوز او اللاندنج سيرفيسز، بينطبق على الاحذيه الرياضيه. هل السول بتاعها او النعل بتاعها مش فيه بيحصل له ديفورميشن؟ مش هو قطرة الاي بتاعته او الكي بتاعته اقل من بتاعت الاسفلت مثلا او البلاط؟ فده معناه برضو انه برضو بيحصل ديفورميشن هنا، سواء في الاحذية الرياضية او حاجة زي اللاندنج سيرفيسز. هنتكلم على ده كمان 4-5 سلايدز لو انتم مش مستوعبينها قوي.
landing surface يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الناس مثلا بتوع الجمباز بيحطوا لهم تحتهم مرتبة عشان يقعوا عليها عشان ما يقعوش على البلاط ويتكسروا. اوكي؟ فتعالوا هنتكلم على ده اكتر كمان 3 4 سلايد ان شاء الله. خلاص؟ فاهمين كلنا الفكرة دي. يبقى انا لو قلت لكم عملت لكم كويز قلت لكم ايه القانون اللي عرفناه النهارده ومهم جدا، هو ان الفورس نيدد تو كوز موشن اكبر من الفورس نيدد فور ستاتيك ايكوليبريم. مش عايزاكم تنسوا ده ابدا. اوكي، يبقى ده اللينير كايناتيك اناليسيس بتاع اف لا 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 اشرب ميوت بليز. طب لو قلت شويه يا جماعه ميوت. اوكي طيب، دلوقتي احنا هنتكلم بقى على الانجولر كايناتيك اناليسيس اللي هو بتاع السيجمنتال او السيجمنتال موشن اناليسيس اللي هو البودي سيجمنتس بتاعتنا حوالين الجوينتس بتاعتنا. طيب لو الفورس بيسبب لينير موشن، ايه اللي بيسبب انجولر موشن؟ تورك. اوكي، وزي ما قلنا اف بتساوي سم اوف فورسز بتساوي اف بتساوي اف سم اوف فورسز بتساوي ماس في الاكسلريشن، السم اوف توركس بيساوي اي في الفا اللي هي الانجولر اكسلريشن. ايه هي الاي؟ الاي از نوت الاي اللي كنا بنتكلم عليها في الستاتكس هناك اللي هي بتاعت الكروس سكشنال اي. الاي هنا اسمها ماس مومنت اوف انرجي، وهي بيسكلي بتقيس الديستريبيوشن اوف ذا ماس ريليتيف للسنتر اوف روتيشن. تعالوا نبص هنا على الرسمتين دول علشان يمكن ده توضح له. تخيلوا ان انا عندي رود او بار هنا كده بتلف حوالين الاكسس ده، تخيلينها يعني الكرة دي واحدة بتطلع عليا والتانية بتدخل في الشاشة وبتلف بيلفوا حوالين الاكسس اللي بالعرض ده. اوكي، الكورتين دول بعاد عن الاكسس of rotation. لو جيت بصيت على الشكل اللي على اليمين هنا، هي نفس الرد ونفس الاكسس اوف روتيشن، لكن هنبص ان الماس كقيمه is exactly the same، لكن الماس قريب من الاكسس اوف روتيشن. فالاي دي هي بتعبر لي عن الماس ديستريبيوشن اوف ماس ريليتيف للسنتر اوف روتيشن، وبتساوي ام في كي سكويرد. الام هو التوتال ماس والكي هو كونستنت مش هتحسبوه، انا هديهولكم او يعني انا هديلكم قيمه الكي، وبنحسب الاي ب ام ايكوالز كي سكويرد. فده ازاي بنحسبها، لكن عايزاكم تبقوا فاهمين الكونسبت بتاعها اللي هي distribution of mass relative للcenter of rotation. فهنا الاي هتبقى اكبر من هنا، الاي هتبقى اكبر من هنا. حد عايز يسال حاجه؟ أي. ممكن اسال؟ الكي اللي هي في بتاعت الاي هي يعني الكي بتاعت السبرينج ولا دي طيب مختلف؟ الكي ده اي كونستنت؟ لا، الكي بتاع سبرينج ده يعتمد على اليانجز مودولس، على الالاستيك. انما الكي دي بتاعت الاي هي مسافه، هي اليونت بتاعتها ديستنس، لكن هي مش اكتشوال مسافه، هي كونستنت. انا هديهولك مش عايزاك تلخبط نفسك بيه، عايزاك تبقى فاهم الكونسبت بتاع ان هي انديكيشن ل قد ايه الماس قريب او بعيد من السنتر اوف روتيشن. كل ما بعد عن السنتر اوف روتيشن كل ما الكي بقت اكبر. اوكي طيب، تعالوا نبص نشوف. فكان الاكس بتاع ده
فاكرين الشكل المنظر ده اللي هو كنا بنشوف الني جوينت واللور ليم ومحطوطة في البوزيشن دي، ومين اللي بيرفعها وبيخليها في البوزيشن دي؟ الكوادريسبس ماسل. في الحالة دي بدل ما كان ستاتيك احنا عايزين نعمل حركة اللي هو الني اكستنشن، اوكي، وعايزين نحسب النت تورك والماسل فورس والني جوينت رياكشن فورس، اوكي. طيب انا سهل عليا ان انا اقيس الزاوية مع التايم، كده سهل قوي ان انا اقيس الزاويه مع التايم، عندي اجهزه تقيس زاويه مع التايم. فمنها ممكن اكالكوليت الانجولر فيلوسيتي والانجولر اكسلريشن. بدل ما كان في الستاتيك ايكوليبريم كنا بنقول ان السم اوف مومنتس ايكوال زيرو عشان نجيب الماسل فورس، هنا هنقول ان السم اوف توركس بتساوي اي في الفا، اوكي. انا اوريدي قلت المعادله دي. تعالوا نبص على اكزامبل بارقام. انا عايزه اعرف what is the muscle force needed، بدل بقى ما كنا هناك بنقول to maintain static equilibrium، هنا بنقول to produce angular acceleration 1 radian per second square. وهي اسيوم ان التيبيا vertical، يعني الرجل على الارض نازله لتحت. لو انا عندي ان الماس 4.5 الكي 23، الديستنس اوف فروم ماسل انسرشن تو سنتر اوف روتيشن، ده نفس الكلام بقى بتاع الستاتيك 3 سنتي، والانجل بتاع الماسل از 30 ديجريز، ده نفس الكلام القديم. تعالوا نحاول نطبق المعادله. هنقول ايه؟ ان سم اوف توركس بتساوي اي في الفا. طيب السم اوف توركس، التورك جاي من ايه؟ من الماسل فورس اللي هي الاف ساين 30 في الديستنس بتاعتها من السنتر اوف روتيشن، هو الكلام القديم. بدل ما ده هيساوي 0 هيساوي اي الفا اللي هو ام كي سكويرد الفا. الام عندي، الكي عندي، والالفا هي الانجولار اكسلريشن اللي انا عايزاه. لو انا عوضت في القانون ده هلاقي ان انا الفورس بتاعتي اللي انا محتاجاها هتكون 15.9 نيوتن. اوكي، طيب هسأل سؤال، هل احنا نسينا الماس بتاع الرجل في معادله الايكوليبريم في السم اوف توركس؟ فاكرين كنا بنقول اف ساين 30 في الديستنس بتاعتها كده ناقص الماس في الديستنس بتاعتها. لو الرجل، لو التيبيا vertical، احنا عارفين ان الماس هتعدي through center of rotation، فبالتالي مش هتدخل معانا في المعادلة. لكن لو lower leg بزاوية كده، يبقى المعادلة اللي فوق لازم يبقى يدخل فيها الحتة بتاعت الweight ده في المسافة بتاعته من السنتر اوف روتيشن، اوكي، او الويت ده حسب انا يعني المساله فيها قد ايه. لكن لو التيبيا فيرتيكال يبقى ذا اونلي فورس اكتنج اون ات هو الفورس بتاع الماسل. واضح؟ حد متلخبط؟ اوكي، تعالوا نبص على اكزامبل برضو بارقام للالبو جوينت. احنا عندنا ده كده سكيماتيك للفور ارم، ده السنتر اوف روتيشن بتاع الالبو جوينت، ده البايسبس ماسل فورس ام، وده الوزن بتاع الفور ارم والديستنسز بتاعته. السؤال بيقول ايه؟ كومبير الماسل فورس نيدد تو مينتين هوريزونتال ستاتيك ايكوليبريم الالبو اللي هو الشكل ده، اند تو كوز فور ارم فليكشن at an angular acceleration of 80 radian per second squared. Okay, تعالوا نشوف في static equilibrium كان basically ال equation بتاعتي اللي هو sum of moments equal zero بتقول ايه؟ ان m sine الزاوية دي 30،
فنقول ايه ام ساين 30 مضروب في ال 4 سنتيمتر ناقص ال 12 سنتيمتر مضروب في الدبليو بيساوي 0. هنطلع ان ام بتساوي 6 دبليو. يبقى ده ال muscle force. لو جينا عملنا dynamic equilibrium بدل ما نقول sum of moments بيساوي 0 هنقول ان sum of torques بيساوي I alpha. ال sum of torques هو برضو 4 في M في sin 30 ناقص 12 في W. لكن بدل ما هنقول انه بيساوي 0 هنقول انه هو بيساوي I في alpha. ال I هي ايه؟ M K squared. M اللي هو في الحالة دي W في ال K squared اللي أنا عارفاها. والفا هي ال 80 radian per second squared اللي أنا عايزاها في السؤال. اوكي؟ تفتكروا أنهي muscle force هيبقى أكبر؟ الديناميك ولا الستاتيك؟ الديناميك. حد مش فاهم المعادلتين ولا واضحين؟ تالي واضحين. That is straightforward يعني. اوكي؟ يبقى ده الاكزامبل بتاع الالبو جوين. خلاص يبقى كده عملنا الاكسلريشن ايكويشن. بعد كده هندخل على الورك والانرجي. كلنا عارفين الورك والانرجي، بالتالي اخدت ورك وانرجي قبل كده. انرجي is the capacity، ده تعريف definition، capacity to do work، ده تعريف. وممكن نحسب الـ work done أو الـ energy used علشان نعمل أي activity. ودي حاجة لازم تبقوا معرفينها ومقتنعين بيها دائماً أبداً، إن الـ human body designed سبحان الله إنه دائماً بيحاول يمينيمايز الـ work done والـ energy used أثناء الحركة وأثناء كل حاجة. إن أنا دائماً من غير ما أفكر الجسم البني آدم بيحاول بيحقق الحركة، مثلاً بنتكلم على الموشن دلوقتي، بأقل ورك وبأقل استخدام للأنرجي. برضو هنتكلم على linear energy وrotational energy. لو جينا بصينا على linear energy، طبعا انتوا عارفين الـ linear kinetic energy نص mv square والـ linear potential energy بتساوي mgh، واليونتس بتاعتها طبعا النيوتن متر او الجول. وعارفين طبعا القانون بتاع الـ conservation of mechanical energy اللي هو الـ kinetics زائد الـ potential بيساوي constant، او بمعنى اخر أي تغير في الكيناتيك انرجي لازم يساوي قصاده تغير في البوتنشال انرجي. ده كله كلام قديم وانتوا عارفين. اوكي، في موضوع ال conservation of linear energy زي ما كنا عملنا الاكزامبل بتاع الراجل اللي بيقع، لو بصينا لها بمعادلات مختلفة الكتاب بيقع، عايزين نعرف لو هو الكتاب في الارتفاع العالي potential energy بتاعته بتساوي mg في 10 متر اللي هو ارتفاعه عن الأرض. لو وقع لغاية الهاند ليفل اللي هو 1.5 متر من الأرض، potential energy بتاعته هتساوي mg في 1.5. يبقى التغير في الكيناتيك energy لازم يساوي التغير في الـ potential energy، يبقى تغير في الـ kinetic energy اللي هو نص mv square لازم يساوي 10 mg minus 1.5 mg. وفي الحالة دي ممكن أجيب قيمة الـ velocity بتاعة الكتاب لما يوصل للإيد هنا. أوكي؟ كلها حاجات very basic. نفس الحاجة بتاع الراجل اللي بيقع، نفس الاكزامبل. لو كلمنا على نفس الاكزامبل بتاع اللي حسبناه الاسبوع اللي فات، عايزين نكالكوليت الفاينل. طبعا السم اوف انرجيز قبل ما يقع لازم يساوي السم اوف انرجيز بعد ما وقع،
فعايزين نحسب الـ final velocity of the body just before ما بيوصل الأرض. نفس الحاجة اللي ابتدينا بيها. Position 1 kinetic energy 0, potential energy 90, position 2 kinetic energy كذا, potential energy بكذا. فاكرين اللي هو كان ابتدى center of gravity بتاعه على ارتفاع 90 سنتي, ولما وصل الأرض كان على ارتفاع 10 سنتي. لو جمعنا وحسبنا, this is the final velocity just before impact, اللي هي نفس المعادلة اللي كنا جبناها من acceleration equation. فهي المعادلة سواء نجيبها بالطريقة دي أو بالطريقة دي هي نفس المعادلة. كل ده كلام very basic. ليه بنحاول نحسب الحاجات دي؟ عشان بفكركم دائما أبدا إن إحنا في الآخر عايزين نرد على البيجر question بتاعت هل هو لما يقع هيكسر البلبس بتاعه أو هيكسر رجله ولا مش هيتكسر. اوكي, ده دايما لازم نخلي السؤال ده في ذهننا كده. اوكي, انا قررت اسكيب الروتيشنال. حد عايز يسال حاجه؟ سو فار انا كده خلصت الورك والانرجي وقررت اسكيب ال work والانرجي ال angular او rotation. حد عايز يسأل حاجة so far؟ اوكي, يبقى تالت طريقة او تالت نوع equations هنستخدمه to study kinetics of human motion هو ال impulse وال momentum method. عارفين يعني ايه impulse ويعني ايه momentum ولا لا؟ حد يرد علي؟ لا يا دكتور, ما خدناهمش قبل كده. ما خدتوش impulse ومومنتم؟ اوكي, طيب ده كان في ثانوية عامة. طيب من فترة. اوكي, هنقول الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها, ولو حد في حاجة متلخبط فيها بليز يوقفني على طول. اوكي, هنتكلم برضو على اللينير والانجولر, وهنشوف برضو ايه اللي هيحصل بعد الامباكت والكوليشن. تعالوا نبص على شوية ديفينيشن. طيب, عارفين يعني ايه انيرشيا؟ مفروض الانيرشيا هي it measures an object's resistance to motion, والمومنتم المفروض برضو الحقيقة تكونوا عارفين أو فاكرين المومنتم, يمكن بس مش عارفين اسمه. المومنتم أي moving body عندها ما يسمى بالمومنتم, واللينير مومنتم اللي هو إحنا هنسميه ده دايما هنا capital M بيساوي MV الماس في الفيلوسيتي. يعني عشان نتخيل مثلا المومنتم, اللينير مومنتم بتاع عربية بتتحرك مختلف جدا أو أقل بكتير من اللينير مومنتم بتاع تراك أو أوتوبيس بيتحرك بنفس الفيلوسيتي. بيبقى أصعب إن هو يقف أو يتغير من فيلوسيتي اللي هو ماشي عليها إلى زيرو فيلوسيتي. كلنا متخيلين الفكرة دي هي. فالمومنتم بيساوي الماس في الفيلوسيتي, واليونتس بالتالي بتاعته كيلوغرام متر بير سكند. احنا عارفين ان الاف بتساوي الماس في الاكسلريشن, مش كده؟ فلو الماس كونستنت يبقى الفورس هتساوي دي ام باي دي تي, لان الاكسلريشن دي في باي دي تي. اوكي, طيب امباكت يعني ايه؟ امباكت او collision يعني two objects بيخبطوا في بعض. العربية خبطت في الشجرة, حصل بينهم ما يسمى بالimpact أو collision, اصطدام. أوكي, ده معرفش الصورة دي واضحة ولا لأ. ده العصاية بتاعة جولف بتخبط في الكورة بتاعة الجولف, impact
او كولاجين، تبقى خبطه قويه. اوكي امبلس اوف فورس دي يمكن تعريفات جديده بسميه J is the product of the average force مضروب في ال time interval during which the force acts. يبقى مهمة قوي ان احنا نعرف ان ال impulse هو ال force في ال delta T اللي هو acting على ال force ده شغال، يعني في contact بين الحاجتين اللي بينهم الفورس. واضحة الفكرة بتاعت الامبلس؟ يعني هو الامبلس اللي هو الزمن بتاع التصادم، القوة اللي أثرت على زمن التصادم بين الاثنين ولا؟ لا مش هو البرودكت المضروبين في بعض، الفورس في الدلتا تايم اللي هو الحاجتين خبطين في بعض، يعني زي هنا هو هما بيخبطوا في بعض، يعني في فورس بيجي من على العصاية دي إلى الكرة مش كده؟ الفورس مضروب في الزمن اللي هما actually in contact مع بعض هو ده الامبلس. تمام. طب وانا بالامبلس هستفاد بيه في ايه او هيبقى ليه علاقه بايه بالظبط؟ استنى بقى بعمل لك تعريفات. اوكي الامبلس كده بان ذا فيكتور كوانتيتي وعنده نفس الدايركشن طبعا بتاعه الفورس واليونت بتاعته نيوتن في تايمز سكند. اوكي يبقى ده الامبلس اوف فورس. ال عندنا ال linear momentum عندنا principle of conservation of linear momentum، يعني لو في system ما فيهوش external forces، ما فيش أي forces جاية من برا ال system ده، يبقى ال total momentum of the system remains constant. example حاجتين بيخبطوا في بعض، كرتين بيخبطوا في بعض. اوكي الكرة الأولانية ماشي عندها ماس واحد وماشي بفيلوسيتي واحد، خبطت في كرة تانية عندها ماس اتنين في فيلوسيتي اتنين، بعد الكوليجن هيبقى الكرة اللي هي عندها ماس واحد هتمشي بفيلوسيتي تلاتة، والكرة اللي عندها ماس اتنين هتمشي بفيلوسيتي أربعة. افتكرتوا شوية انكم غالبا اخدتوا الاكزامبلز دي زمان غالبا. اوكي اللي هو conservation of linear momentum ده اكزامبل مثلا بتاع الايس سكيترز، الناس اللي بتتزحلق على التلج. مفيش assuming هن neglect friction مع الارض، لو الاثنين بيبدأوا هنا وبيزقوا بعض وهنجلكت فريكشن وعندنا دول التو ماسس، لو الانيشال فيلوسيتي بتاع الست 2.5 meters per second عايزين نعرف الفيلوسيتي بتاع الراجل، فهنشوف هنقول conservation of linear momentum لان ما فيش اي external forces. هما كان الاول الفيلوسيتيز بتاعتهم بزيرو، فا M1 في V final 1 زائد M2 في V final 2 بتساوي 0، فبالتالي V final 2 هتساوي M1 على M2 في V final 1. اوكي فده اللي انا اوكي فاهمين ال هو احنا ليه سوينا بالزيرو؟ معلش عشان هما هنا كانوا واقفين مفيش حركة هنا. اوكي وبعدين زقوا بعض فكل واحد مشي بفيلوسيتي لورا. اوكي تمام تمام فده conservation of linear moment. اوكي طيب اوكي ده كده اوكي
هنا بقى طيب لو انا بقى عندي جسم بيتحرك moving body الموفينج بودي ده عنده مومنتم ازاي اقدر اغير المومنتم بتاع الجسم ده بديله امبلس اوكي عشان اغير المومنتم بتاعه يعني لو جينا بصينا هنا على العربيه دي العربيه دي ماشيه بفيلوسيتي معينه وهي عندها ماس معين يبقى عندها مومنتم معين ام في طيب ازاي اقدر انا اغير المومنتم بتاعها لازم اديها لو اديت لها امبلس الشجره دي اديت لها فورس امبلس غير المومنتم بتاعها الماس بتاعها ما اتغيرش لكن الفيلوسيتي بتاعتها اتغير فبالتالي المومنتم بتاعها اتغير فعندنا احنا متفقين ان الامبلس بيساوي اف دلتا تي الامبلس مومنتم ايكويشن بتقول لي ايه بقى ان الجي ده هو لازم يساوي التغير في المومنتم اللي هو بيساوي ام في دلتا في لان الماس كونستنت والمومنتم بيساوي ام في يبقى جي بتساوي ام في دلتا في تغير الفيلوسيتي يبقى الفورس ده هو بيساوي ام في دلتا في على دلتا تي وده الايكويشنز دي هي مفيدة جدا عشان نانالايز الايفكت اوف فورسز ابلايد اوفر فيري شورت تايم انترفلز اوكي يعني احنا لو جينا رجعنا بصينا هنا هنلاقي ان الكونتاكت بين الاثنين دول الوقت بتاعه قليل جدا هنا الوقت ما بين العربية ما بتخبط بفيلوسيتي معينة وبعدين بتتقلب الفيلوسيتي بتاعتها بتبقى زيرو بيبقى وقت قليل جدا اوكي وكل ما الوقت بيقل كل ما الدلتا تي بيقل كل ما الامبلس بيزيد كل ما الماجنيتيود بتاع الامبلس بيزيد مش كده اوكي فالايكويشن دي مهمه جدا ان هو الاف بيساوي ام في دلتا في على دلتا تي دكتور هو لما اللي هي الامبلس تبقى زياده ايه اللي هيحصل؟ لما الامبلس تزيد ايه المشكله اللي هتبقى يعني ايه المشكله في كده؟ لا مش المشكله المشكله الفورس هنشوف تعالوا نبص على على اكزامبل تعالوا نبص على اكزامبل احنا المشكله مش الامبلس المشكله الامبلس مومنتم ايكويشن دي بنستخدمها عشان نبص على الفورس عشان نشوف الفورس طيب تعالوا نبص على ده واحد واقف في الجون كلكم متخيلين ده والكوره جايه له على الجون جايه له عليه الماس بتاعها نص كيلوغرام وبتتحرك بفيلوسيتي 30 meters per second. دلوقتي اللاعب اللي واقف في الجون ده هو محتاج يوقف الكرة كده فهيحط ايده في طريق الكرة علشان يوقفها طيب عايز اعرف الامبلس اللي محتاجه علشان يوقف الكرة ده كام طيب احنا عارفين المعادله بتقول ايه ان J اللي هو الامبلس يساوي ام في دلتا في الفيلوسيتي اللي هي جايه بيها 30 والفاينل فيلوسيتي اللي انا عايزاها زيرو ان انا عايزاه يوقف الكوره اوكي يمسكها فالفيلوسيتي بتاعتها هتبقى زيرو يبقى في الحاله دي ان ال J دي هي بتساوي ماينس 15 كيلوغرام متر بير سكند حد عنده سؤال في المعادلة دي واضحة؟ اوكي احنا كمان عارفين ان الكورة اللي جت على ايده دي عملت فورس جامد على ايده كده طيب
الامبلس هو ده، واحنا عارفين ان الامبلس الجي بيساوي اف دلتا تي. الاف ده هو الفورس اللي على ايد اللاعب، فده معناه ايه؟ الامبلس ده خلاص ثابت، يبقى ده معناه لو الجي دي كونستنت يبقى لو التايم قليل الفورس هتبقى كبيرة، لو التايم كبير عشان اوصل للزيرو فيلوسيتي يبقى الفورس هتبقى قليلة. يبقى the longer it takes to stop the ball the less force is needed. عايزها دي تبقى واضحة جدا، فاهمين اتليست الفكرة دي والجملة دي فاهمينها؟ دكتور ينفع بس بتاعت الجي بتساوي اف دلتا تي تاني؟ معلش عشان الصوت عندي قطع ما سمعتهاش. جت منين يعني؟ ولا هي جت من ثلاثة سلايدز فاتوا ان الجي بتساوي اف دلتا تي، مش عايز معادلات بقى تاني. لا انا فاهم القانون، انا فاهم اخر اللي هو اخر حته ما سمعتش لما اف تقريبا كبيره الوقت حاجه كده. هقولها تاني عشان دي مهمه جدا. اوكي دلوقتي انت واقف في الجون والكرة جاية عليك 30 متر بير سكند وانت عايز توقفها، فهتحط ايدك في طريقها والكرة هتقف، فالفيلوسيتي بتاعتها هتبقى زيرو. ده ما فيهوش جدال ان ده المعادلة بتاعت ام في دلتا في. يبقى الامبلس بتاعي ناقص 15 كيلوغرام متر بير سكند. اوكي الجي also بيساوي اف في دلتا تي. طيب الكرة انت لما وقفتها مش خبطت ايدك جامد؟ هو بتاع الجون ده بيوقف الكرة بايده كده من غير لابس حاجة ولا لابس حاجة؟ لابس جلافز. ليه؟ انا عشان من قوة الكرة يعني مثلا ولا ايه؟ ده ليه بقى؟ ليه؟ دلوقتي لو الجي كونستنت، لو انا عندي اف دلتا تي كونستنت يبقى ده معناه ان لو الدلتا تي قليله التايم اوف كونتاكت بين الحاجتين قليل يبقى الفورس كبيره هتبقى كبيره، لكن الدلت لو الدلتا تي عشان اوصل لزيرو فيلوسيتي كبيره يبقى ده معناه ان انا هقدر اقلل الفورس. يبقى المعادله دي بتوريني الطريق لان انا اقلل الفورس اللي على ايد الراجل اللاعب. فازاي اللي انا هقلل الفورس؟ عن طريق ان انا هزود التايم. ازاي هزود التايم؟ اولا ساعات بتشوفوا ان هو بيرجع بجسمه او بايده لورا كده، او وجود الجلاف اصلا. الجلاف ده بيبقى له سمك وبيبقى له إلاستيسيتي كويسة كده، فعلى ما بيضغط بزود الوقت لحد ما الكورة بتوصل لزيرو فيلوسيتي، وبالتالي بقلل الفورس اللي على إيد الراجل. أوكي أنا دلوقتي لو أنت عشان أقلل الفورس لازم أحاول أنكريس التايم تيكن تو ستوب. اوكي طيب لو انا تخيلوا لو انا على واقف على حاجه عاليه ونطيت للارض، انا لما بوصل الارض بفضل ركبي مفروده على الاخر ولا اوتوماتيكلي بروح ثانيه ركبي؟ بطني ركبي مش كده؟ ليه يا ترى؟ علشان أطول الوقت اللي أنا أخدته علشان أوصل الفيلوسيتي بتاعة السنتر اوف جرافيتي بتاعتي للزيرو. لما أطول الوقت هقلل الفورس. أوكي كل ما أطول الوقت كل ما أقلل الإمباكت فورس، وكل ما أقلل الإمباكت فورس كل ما أقلل احتمال إن أنا أتكسر كده. أوكي. دكتور معلش ينفع تقول لي الحته دي تاني؟ معلش بتاعت لما بنط على من الارض اللي هي انت لو نطيت من لو قعدت طلعت فوق المكتب ونطيت
مش بتفضل تخلي ركبك مفرودة ولا بتخلي ولا بتتني ركبك؟ بتنيها. ليه؟ عملها من غير تفكر بس تفتكر ليه؟ أستاذ الحديدة قلت من شوية زود التايم. بالظبط كده. انت لو ما لو ما لو لو خليت ركبك مفرودة هتحس بفورس جامد جدا جوه ركبك. تمام. كل الجوينتس بتاعتك. لكن لو انت لو بتفكر لو بتبص على سنتر اوف جرافيتي بتاعك وخليت اديت له وقت اكتر ان هو يغير الفيلوسيتي بتاعته من الفيلوسيتي اللي هو ماشي بيها الى زيرو فيلوسيتي يبقى انا بزود الدلتا تي. كل ما بزود الدلتا تي بقلل قيمة الفورس. هنشوف هتعالوا هنبص على اكزامبل. بس يا دكتور مش لما انا انط انا كده المفروض ان هو فري فولينج فكده السرعة بتاعتي هتزيد اصلا؟ تعالوا هنبص على الاكزامبلز ونبقى نرجع تاني. اوكي؟ طيب. يبقى انا دايما ايه بحاول احسب الامبلس needed to stop the fall okay او to stop the ball. يعني انا لما بقع على الارض بغير فاكرين كل الحسابات اللي قسناها قبل كده كانت ال v final بتاعتي هي ال final velocity just before impact. لكن لما بيحصل impact في وقت صغير جدا ال final velocity دي اللي هي لها قيمة بتتغير إلى zero velocity. يبقى أنا بغير الـ velocity من الـ final velocity just before impact to v equals zero. ده تخيل الراجل اللي وقع من free fall. أوكي؟ فهو وقع وعنده final velocity قبل ما يخبط في الأرض على طول. لما خبط في الأرض وقت قليل قوي 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 الفيلوسيتي الكبيرة دي اتغيرت إلى زيرو فيلوسيتي. فلو الإمبلس اللي حصل هنا كان كبير عشان يوقف الوقوع اللي هو F في دلتا T لو ده كبير ممكن يكون large يسبب large force اللي هي ممكن تكسر العظم بتاعي. معايا؟ طيب ازاي اقدر اقلل الفورس؟ اقدر اقلل الفورس بان انا ازود التايم تيكن تو ستوب. اوكي؟ فازاي ازود التايم نيدد تو ستوب؟ ده بالامبورتنس بتاع اللاندنج سيرفيسز والامبورتنس اوف بروتكتيف اكويبمنت ان سبورتس. يعني ايه اكزامبل؟ معلش انا بس اتحت الحته اللي فاتت دي عشان النت قطع عندي. معلش انا اسف. طيب ما بقول لك اما اغير الامبلس هو اللي بيغير لي الفاينل فيلوسيتي جاست بيفور امباكت لزيرو فيلوسيتي. كلكم معايا في دي؟ الامبلس ده كبير يعني الفورس كبيره. الفورس الكبيره دي ممكن تكسر لي العظم. طيب ازاي اقدر احمي الشخص ده؟ ازاي اقدر اقلل decrease the force؟ اقدر decrease the force by increasing the time كده؟ طيب increase the time ازاي؟ how can I increase the time taken to stop or to change the final velocity to zero؟ ده أهمية اللاندنج سيرفيسز، أهمية البروتكتيف اكويبمنت. يعني مثلا زي الجوانتي اللي الجون بيلبسه ده بيزود لي التايم اللي الكورة بتاخدها علشان توصل لزيرو فيلوسيتي وبالتالي بيقلل لي الفورس. نفس الحاجة اللي أنا لسه قايلاها دلوقتي ال مراتب اللي بيحطوها على الأرض علشان الناس بتاعت الجمباز تقع عليها كده ده بي بي بيحصل لها deformation وبالتالي
بتاخد وقت اكتر علشان توصل لزيرو فيلوسيتي، مش زي البلاط اللي هو بيوصل لزيرو فيلوسيتي في وقت قليل جدا. نفس الحاجه في الاحذيه الرياضيه. دكتور ها هي شبه كده زي الاير باج اللي بتفتح في العربيه؟ ايوه ايوه الاير باج بتمنع كمان انك تخبط في الازاز اللي قدام، لكن زيها نفس الحاجه الاحذيه الرياضيه. مش بيقول لك نايكي اير ونايكي مش عارف ايه والحاجات دي، وملايين الدولارات بتدفع في الديزاين بتاع الاحذيه الرياضيه انها تبقى الاستيسيتي بتاعتها عاليه شويه، بحيث ان هي لما وزنك ينزل عليها والفيلوسيتي بتاعت رجلك توصل للزيرو بيحصل لها ديفورميشن، بيحصل لها كومبريشن وديفورميشن، بحيث ان هو بتطول الوقت علشان الفيلوسيتي بتاعت رجلك توصل لزيرو فيلوسيتي. مش كده؟ نفس الفكره في السيرك مثلا او في حتى الجمباز، الناس اللي بيبقوا في عاليين جدا بيحطوا لهم ايه تحتهم عشان لو وقعوا؟ شبكة. مش كده؟ الشبكة دي او حاجة زي الترامبولين، الشبكة دي بتعمل ايه؟ بتزود التايم لحد ما الفيلوسيتي بتاعتهم، الفاينل فيلوسيتي بتاعتهم من ساعة ما بيلمسوا الشبكة لحد ما الفيلوسيتي بتاعتهم بتبقى زيرو بتاخد وقت كتير، وده بيخلي الفورس اللي عليهم أقل بكتير من لو وقعوا على البلاط. أوكي؟ وضحت شوية فكرة إن هو increasing time to decrease the force. أوكي، تعالوا ناخد الإكزامبل بتاع السيت بيلت. دلوقتي فاكرين المنظر ده هو، إن هي المشي العربية ماشية 30 miles مثلا per hour وهتخبط في الشجرة. أوكي؟ ايه ال هيحصل امباكت هنا، فلازم يحصل امبلس، مش كده؟ طيب ايه الفرق بقى بين وجود السيت بيلت وعدم وجود السيت بيلت؟ لو بصينا على الرسمه اللي تحت، عدم وجود السيت بيلت الراجل هيخبط لما العربيه تقف، جسمه هيكمل لقدام وراسه هتخبط في الازاز. دي قصه. الحاجة التانية دلوقتي، السيت بيلت مش بتوقف مرة واحدة، السيت بيلت بتالاو فور سم فورورد موفمنت. ليه بتالاو فور سم فورورد موفمنت؟ السيت بيلت مش بتثبت الراجل كده حديد، لا، هي لما بيحصل الامباكت اللي بيحصل ان السيت بيلت بتالاو ان الجسم البني ادم يطلع لقدام لمسافه معينه، يطلع لقدام. اوكي، فلما يطلع لقدام المسافه دي، ده معناه ان هو بدل ما بيوصل لزيرو فيلوسيتي في اول لحظه، لا، هو الدلتا تي بتاعته عشان يوصل لزيرو فيلوسيتي بتزيد، وبالتالي الفورس بتاع السيت بيلت عليه بيكون اقل من لو كان السيت بيلت ده ماسكه في مكانه وما اتحركش خالص. اوكي، واضحه بتهيألي. ده بالنسبه لللينير امبلس والمومنتم. اخر اتنين سلايدز خلاص. انا عندي هنا انجولر امبلس وانجولر مومنتم. اوكي، لو تفتكروا اللينير امبلس، اللينير مومنتم كان ام بتساوي ام في، والامبلس كان ان جي بتساوي دلتا ام، ده اللينير. لو جينا بصينا على الانجولر، اسمه اولا اسمه ال، والال بتساوي اي في اوميجا، اوميجا انجولر فيلوسيتي بدل اللينير فيلوسيتي. وبدل ما عندنا M عندنا الـ I اللي هي نفس الـ I بتاعة اللي كلمنا عليها في أول المحاضرة. فدلتا L بتساوي أو تغير في الـ Angular Momentum بيساوي الـ I في تغير الـ Angular Velocity.
الامبلس الثانيه كانت امبلس اوف فورس، هنا اسمها بقى امبلس اوف تورك، بتساوي التورك في الدلتا تي، بدل ما كانت فورس في دلتا تي بتساوي تورك في دلتا تي. يبقى الانجولر امبلس مومنتم ايكويشن بتقول ايه بقى؟ ان تي تورك في تغير التايم بيساوي اي في تغير الانجولر اكسلريشن سوري انجولر فيلوسيتي، وير اي از ذا ماس مومنت اوف انرجي. اوكي، دي مجرد قوانين. تعالوا نشوف تطبيق القوانين دي ازاي. تعالوا نشوف هنا اهو ان الامبلس مومنتم ايكويشن دي بتستخدم في الجيت ستاديز. اوكي، ركزوا معايا بقى هنا. اوكي، دلوقتي اثناء الجيت الرجل بتروح لقدام والورا، مش كده؟ فالسوينج فيس الرجل بتروح فيها من ورا لقدام، كلنا متخيلين السوينج فيس بتبقى من عند الهيب روتيتنج عند الهيب جوينت، والرجل تتخيل انها ستريت خالص عند الركبه وبتروتيت بس عند الهيب جوينت. فرجلي بتيجي في السوينج فيس بتيجي من ورا، يعني هيب اكستنشن، وبعدين بتعمل هيب فلكشن لقدام، وبعدين الهيل بتاعي بينزل على الارض. اوكي، فالهيل لما وانس ان الهيل وصل للارض ده معناه ان الفيلوسيتي بتاع رجلي بقت زيرو، مظبوط؟ لان في السوينج، لان وانس ان الهيل خبط في الارض، الارض وقفت الحركه بتاعته. لو جينا طبقنا ال impulse momentum equation دي هنقول ايه؟ ان t في دلتا t equals i في دلتا اوميجا. ال i اقدر اعرفها او احسبها او given whatever. ال final velocity اتفقنا zero. لو انا عارفة assume ان انا عارفة ال initial velocity بتاع الرجل، لان دي الحاجات اللي ممكن اقيسها، وعارفه التايم تيكن تو ستوب دلتا تي، يبقى انا ممكن، هل ممكن اجيب التي ولا لا التورك؟ اوكي، اقدر اجيب التورك تي. طب مين اللي بيسبب التورك ده؟ الماسل، كده الماسل اللي بتعمل هيب اكستنشن هي اللي بتعمل التورك. لو انا من الاناتومي عارفه اللاين اوف اكشن والبوينت اوف انسرشن بتاع الماسل دي، وعارفه التورك اللي هي بتسببه، مش انا ممكن احسب الماسل فورس؟ ممكن. يبقى انا بـ 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 باختصار شديد او بسمبليفيكيشن شديده، ممكن اقول ان الايكويشن دي اللي هي الانجولر امبلس مومنتم ايكويشن، انا عارف شويه حاجات وقست شويه حاجات بسيطه، ممكن اعرف بيها احسب بيها الماسل سم اوف ذا ماسل فورسز ان جيت. اوكي، مفهوم تطبيق المعادلة ازاي؟ ميوت يا جماعة بس يا شباب. اوكي، انا بعمل ميوت اول بس. دي بقى آخر سلايد، الـ conservation of angular momentum. أوكي، يعني إيه بقى conservation of angular momentum؟ إحنا متفقين من هنا إن الـ angular momentum بيساوي I في أوميجا. أوكي، where I is the mass moment of inertia وأوميجا is the angular velocity. ومتفقين إن الـ I يعتمد على الـ distribution of mass from the center of rotation. ومتفقين ان في conservation of momentum principle، ان لو السيستم ما فيهوش اي external force او torque او اي حاجه جايه له من بره، يبقى المومنتم is
maintained. So a linear or angular momentum is maintained. Okay. طيب تعالوا نبص على الطالب ده اللي هو قاعد على كرسي بعجل وبيلف حوالين نفسه على الكرسي بالكرسي بتاعه. اوكي طيب تعالوا نقارن. ها ينفع بس الحته اللي فاتت دي تاني عشان نتفصل تاني معلش؟ اني حته السلايدز اللي فاتت دي على طول. اوكي دي الامبلس مومنتم ايكويشن هي تي في دلتا تي بتساوي اي في دلتا اوميجا. اوكي وبقول ان انا في الجيت انا بعمل اكستنشن لحد بحرك بعمل السوينج فيز وبعدين رجلي بتخبط في الارض مش كده فالفيلوسيتي الفاينل فيلوسيتي بتاعتها بتبقى زيرو. لو انا اديت لك الاي والانيشال فيلوسيتي والدلتا تي انت تقدر تعوض في المعادله دي وتجيب لي التورك مظبوط. خليك انت مش انميوت يور سيلف عشان ابقى متاكده انك سامعني وفاهم. تمام يا دكتور سامع حضرتك. اوكي يبقى انا لو عارفه الحاجات دي اهي يبقى انا ممكن احسب التورك. تمام طيب مين التورك دي مين اللي بيسبب التورك اثناء المشي اثناء الجيت؟ مسل المسل اللي هي بتعمل هيب اكستنشن كده. فلو انا عارف التورك وعارفه من الاناتومي من كتاب الاناتومي المسل دي فين البوينت اوف انسرشن بتاعتها وفين اللاين اوف اكشن بتاعتها مش انا اقدر احسب لو انا عارفه التورك اللي هي بتسببه والتورك بيساوي مسل فورس تايمز الديستنس من السنتر اوف روتيشن يبقى مش انا اقدر احسب المسل فورس. اه تمام مظبوط يبقى بالامبلس مومنتم ايكويشن دي هي بدراسه في دراسات الجيت ساعات بيستعملوها تو كالكوليت ماسل. تمام تعالوا نبص بقى على الكونسرفيشن اوف انجولار مومنتم احنا متفقين ان ده الانجولار مومنتم ال بيساوي اي في الانجولار فيلوسيتي واحنا هنا لقينا الطالب ده الطالب ده بيلف قاعد على كرسي بعجل وبيلف حوالين نفسه واحنا عارفين ان الاي اللي هي الماس مومنت اوف انرشيا بتعبرني عن الديستريبيوشن اوف ماس من السنتر اوف روتيشن. طيب تعالوا نرجع للطالب ده هل هنا في external forces؟ لا ما فيش external forces. اوكي هل البوزيشن دي اللي هو ماسك الويت دي هي وفارد دراعاته وهنا في البوزيشن دي ماسك نفس الويت لكن مقربهم للcenter of rotation كده او الaxis of rotation فين الaxis of rotation؟ هو الvertical axis ده كده لان هو بيلف حوالين نفسه يبقى ده الاكسس اوف روتيشن يبقى هنا الويتس دي هي بعيده عن الاكسس اوف روتيشن وهنا الويتس قريبه من الاكسس اوف روتيشن يبقى اكوردنج للرسمه دي اللي هي هنا الويتس بعيده عن الاكسس اوف روتيشن وهنا الويتس قريبه من الاكسس اوف روتيشن يبقى ده معناه ان في البوزيشن دي الاي كبيره قوي وفي البوزيشن دي الاي صغيره اصغر من هنا. conservation of angular momentum بيقول لنا ان ال is constant يبقى اي في اوميجا constant يبقى لو الاي كبيره الاوميجا هتبقى قليله لكن لو الـ I صغيرة يبقى أنا ممكن أزود الـ angular velocity اللي أنا بلف حوالين نفسي بيها فهنا الـ angular velocity أكبر من الـ angular velocity في البوزيشن اللي على الشمال وأنا زودتها مجرد بإني غيرت البوزيشنز بتاعت جسمي
والdistribution of weight relative للcenter للaxis of rotation. وبالتالي قدرت اتحكم، خلوا بالكم ده سيستم ما فيهوش اي external input. اوكي، عشان كده بنقدر نقول conservation of momentum. بقدر اتحكم او ازود الانجولار فيلوسيتي بتاعتي باني بس مجرد اني غيرت البوزيشن بتاعه جسمي. واضحه دي ولا مش واضحه؟ انا مش فاهم الدكتور ايه اللي حصل هنا لما قربنا الوزن من الاكسس اللي بيلف حوالين نفسه. لما قربنا الوزن احنا متفقين ان الاي في الحاله دي ان الوزن بعيد عن الاكسس اللي بيلف حواليه اكبر من الاي في الحاله دي هنا. اوكي، فهنا الاي اكبر من الاي هنا. فاهم الحته الجزئيه دي؟ انا مش فاهم ليه. ده تعريف الاي ديفينيشن بتاع الاي كنا قلناها من شويه ان هي it is a measure of او indication of توزيع الوزن، بعد الوزن عن center of او axis of rotation. This is a definition. ان الاي بتساوي الام في k squared where the mass moment of inertia is a measure of the distribution of mass of an object relative to the center of rotation or relative to the axis of rotation. يبقى الـ I في الحالة دي أكبر من الـ I في الحالة دي. Okay؟ ده تعريف. تعريف الـ mass moment of inertia. يبقى بالتالي أنا لو جيت بصيت هنا في السلايد الأخيرة دي وقلت ان انا هنا الماس بعيد من الاكسس اوف روتيشن وهنا الماس قريب من السنتر اوف الاكسس اوف روتيشن، يبقى في الحاله دي الاي هنا اكبر من الاي في البوزيشن اللي على اليمين. اوكي، فبما ان الاي اوميجا كونستانت يبقى لو الاي كبيره هنا اكبر من هنا يبقى الاوميجا هنا لازم تكون اكبر من الاوميجا اللي على الشمال. وحاول انت تعمل اكسبيرمنت لنفسك، يعني اديكوا اكزامبل مثلا بتاع الدايفر. كلكم شفتوا اكيد في التلفزيون او في فيلم او حاجه الدايفنج، الناس اللي بتعمل دايفنج ارتفاعات عاليه جدا. اوكي، هو لما لو عايز يعمل شقلباز في الهواء، هل بيعمل شقلباز وجسمه مفروض ولا بيعمل شقلباز وبيضم جسمه رجليه ركبه لجسمه وبيضم جسمه على بعضه وهو بيعمل شقلباز في الهواء؟ بيضم جسمه على بعضه كده. ليه يا ترى؟ علشان يزود ينقص الاي بتاعته ويزود الانجولر فيلوسيتي عشان يلحق يخلص الشقلباز قبل ما يخبط في الميه اللي تحت. اوكي، تمام. انا بحاول اقلل الاي علشان ازود الانجولر فيلوسيتي اللي بلف بيها. اوكي، حد عنده سؤال؟ عندك دكتور؟ انا عندي بس سؤال. الاي في الانجولر هي يا الاي في اللينير ولا؟ ايوه، الاي هي الاي، هي ام كي سكوير، هي في الاثنين هي هي بالظبط. تمام، شكرا. دكتور، هو في الرسمه اللي على اليمين دي لو كان فرد دراعاته كده الاي هتبقى اكبر من الوضع ده؟ ايوه، ما هو زي الرسمه دي. تمام، لا انا قصدي على اليمين، اللي على اليمين الثاني. اه دي لو كان فرد دراعاته. اه لا، فرد دراعاته هي لقدام. اه، هيبعد الويت عن اه فرد جاب ال ده بعيد هنا. مش ايكوالي ديستريبيوتد، مش هقدر يعني الاي مش هقدر احسبها بنفس الطريقه.
يعني بس 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 definitely هيبقى أكبر من البوزيشن ده، لكن هيبقى أقل من البوزيشن ده. تمام. أوكي. تمام. في فيديوهات على يوتيوب بتوري الحاجات دي كويس قوي، للي مش متخيلها يعمل سيرتش عليها هيلاقي فيديوهات عليها. لو لقيت واحد هبعته. حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب دلوقتي أنا قررت إن أنا اختصرت شوية حاجات في المقرر السنة دي للظروف اللي احنا معدين فيها، فبالتالي أنا خلصت كده الموشن أناليسيس وخلصت المقرر، فخلصت الموشن في محاضرتين بدل ثلاثة، فأنا كده خلصت. وكل سنة وإنتوا طيبين وربنا يوفقكم في الامتحانات بإذن الله. دكتور معلش، هو ممكن بس حضرتك تعيدي اول 8 سلايدز علشان النت عندك الفصل بس دخلت متاخر. اول 8 سلايد حرام عليك يا ابني. معلش والله كان غصب عني. اللي عايز يخرج يخرج. اوكي.